باش نتكلموا على أورام الرحم خصنا نعرفوا شنو هو الرحم. بعدا الرحم هو هذا العضو هذا هو الرحم. هذا مدخل الفرج، المهبل هو هذا المهبل كله ياك، وهذا عنق الرحم، وهادو خراطيم فالوب. شفتيهم أورام الرحم كيجيو غالبا من هنا الفوق، اما تيجيو في هذه البلاصه هذه كيتسموا دي فيبروم، وهذه غالبيه الاورام هنا، اولا كيجي هنايا كيدخل هنايا في باطن الرحم كيكون فيبروم ورم، ها اولا كيكون في لوكول، ولكن هذه حاله استثنائيه، اولا كيجي واحد الاورام اللي كيتكونوا باطن الرحم، من يعني من هاد البطانه الداخليه ديال الرحم اللي كدير سكون ابيل دي بوليب. اما كيتكون هذاك الورم كبير وكيكون خارج في البطانه، ولا كيكون كبير وخارج هنايا، ولا كيكون خارج هنايا. هاد لي فيبروم اللي كيكونوا كبار هنا غالبا ما كتحسش بهم المراه حتى كتجي للتلفازه وكنشوفوهم. ملي كيكونوا خارجين تحت البطانه هنا كيتسبوا في السيلان دموي، ها اللي كنسميوه نزيف، ماشي غالبا النزيف، تيكون بحال دابا كتجيها الدم وكتجيها كثيره، او كتجيها العاده الشهريه وكتبقى بزاف، ولا كتجيها وكيكون فيها الطروفه. هاد الاورام كيديروا هادشي. الاورام الكبيره اللي كتكون على برا ماشي في الباطن ديال الوالده، هادو فوقاش كيبداو يمكن نعرفوهم حنا، حتى كيبدا المرأة تشكى بهم، التقل في الكرج ديالها الصغيرة، أولا عندها مشاكل ديال التبول، ما كتبقاش تحكم في البولة ديالها، أولا خصها ساعات تمشي تبول. بعض الخطرات تيجيها بعض الأوجاع في الكرشها الصغيرة، هذيك الأوجاع كتكون ناتجة ماشي غير على الأورام، كتكون ناتجة على حوايج أخرين، ولكن حنا رسمنا الورام وفيه بعض المسائل في التلفازه وداك الشيء كنقولوا راه الورم هو السبب في هذيك الاوجاع. ملي كنقولوا ورم حميد كيعني انه ماشي كونسير، الدواء ديالو غالبا كتكون هي الجراحه، يعني هكذا باش كيداوى ايه، وملي كيتحيد كيخصو يتقلب كيمشي للتشريح ضروري، كل حاجه كنديروا الاستئصال ديالها كيخصها تمشي للتشريح. غتقول لي علاش فوقاش كنفتحوا الاورام، اما لانها كتسبب في نزيف، واما كتسبب في اوجاع في باطن الرحم في الكرش الصغيره ديال المراه، اولا كتكون المراه مجوجه وما حملتش. كنبقاو نقلبوا على الاسباب، ما كنصيبو حتى شي سبب، كنقولوا ربما هذاك الورام يكون هو السبب، كنفتحوها باش ربما يجيب الله التيسير. هادو الاورام ديال اللي كيكونوا سكون ابل لي فيبروم، الاورام اللي كتكون لداخل في باطن الرحم واللي كتكون خارجه من هاد البطانه ديال الرحم، هذه كتعطي النزيف، ولا كتعطي واحد الدوره الدمويه شويه كثيره، والدواء ديالها سهل. اما كنديروا تندخلوا واحد المنظار من هنايا وكنشوفوه كنستعنوا بالكاميرا وداكشي، ملي كنشوفوه فين كاين كنحيدوه بالكيرطاج، غالبا كيتحيد بالكيرطاج. بعض الخطرات كنكونوا مضطرين نديروا واحد العمليه من هنا بواحد الجهاز خاص اللي كيقطع طريفات حتى كيحيدوا الاورام ديال الرحم. الاورام اللي قلنا كبيره ديال لي فيبروم الا كان خارج هنا في الداخل في البطانه ديال الرحم، تيمكن لنا حتى هو نفتحوا له بهذه الطريقه. هذه كندخلوا واحد سكون ابل ان ريزيكتور، وكان بالميكروسكوب بالاستعانه بالكاميرا، وفيه واحد السلك تيدوز فيه الضوء، كنقطعوا به طريف بطريف حتى كيتحيد.